بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الصوت كده واضح يا شباب. نبدأ بسم الله. Tubular transport secretion and reabsorption. مهم جدا renal handling of glucose، من الأشياء المتكررة امتحانيا renal handling of glucose. يأتي السؤال: glucose is completely reabsorbed by proximal convoluted tubules. ده question، ده سؤال. طب سؤال آخر: the mechanism of renal handling of glucose through the proximal convoluted tubule by secondary active co-transport in a coupled with sodium reabsorption. برضو اسم الكومن كارير هنا يا شباب اللي هو transporting both sodium and glucose اسمه sodium dependent glucose transporter 2 binding both sodium and glucose. هنا the drug of action او the drug that has a mechanism of action on this carrier اسمه glyphlosine the anti-diabetic drug. مهم جدا هذا الرقم يا شباب، جدا في الامتحان مهم جدا. renal threshold of glucose equals 180 milligram per cent. يبقى it is the plasma glucose level above which glucose starts to appear in urine. مهم جدا. below it glucose does not appear in urine. يعني completely reabsorbed. ده برضو مهم. definition tubular load of glucose اللي هو amount of glucose filtered to renal tubules per minute. amount of glucose that cross the glomerular membrane يعني from plasma transported from plasma to tubular fluid per minute. ودي بتتحسب can be calculated by multiplying GFR by glucose concentration in 1 milliliter plasma. الديفينيشن برضو بتاع تي ام جي مهم. maximal amount of glucose reabsorbed by tubular cells per minute. ده يا شباب معناها ايه؟ هذا الديفينيشن هو ديفينيشن مهم جدا. ده measures بيقيس the glucose reabsorbing power بتاعة الكدني. ال reabsorbing power of the kidney can be measured by تي ام جي. اللي هو طبعا دكتور. ايوه حبيبي. الفاينل هيكون في كالكوليشن تيوبولار لود، هو ممكن حاجه بسيطه جدا عشان بس ما يعني هو يعني اسئله بسيطه جدا لا لا تذكر، بس ده سهل ما فيش فيه مشكله. تمام دكتور تكرار. ماشي. انا هنا هتضرب الجي اف ار الجلوكوز كونسنتريشن ان 1 ملي لتر بلازما. يعني هتلاقي اولا لو جه ارقام هتبقى ارقام ميسره جدا سهله زي الارقام اللي عندك دي، ده لو جه يعني. يبقى TMG معناها maximal amount of glucose reabsorbed by tubular cells per minute. ليه يا شباب؟ لان احنا عندنا limit، عندنا سقف، عندنا حد اعلى ما نقدرش نتخطاه. It's limited by the number of carriers. Causes of glucosuria: uncontrolled diabetes mellitus, very high carbohydrate diet, renal glucosuria, pregnancy. يبقى اربع اسباب مهمين. رينال هاندلنج اوف بروتين، تخيل عليه سؤال. والله عليه سؤال. يعني السؤال ايه؟ السؤال ممكن يبقى باي بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اللي هو كومبليتلي ريابزوربد باي بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز. مهم. مهم جدا رينال هاندلنج اوف امينو اسيدز، نفس اللي بينطبق، نفس الشروط اللي انطبقت على الجلوكوز تنطبق على الامينو اسيدز. برضه ان بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز ميكانيزم of reabsorption through secondary active transport. هنا في common carrier transporting both sodium and amino acid. طبعا زي الجلوتاميت، جلايسين، دي طبعا امثله للامينو اسيدز. لو جالك سؤال جلوتاميت and جلايسين are completely reabsorbed through which part؟ ها؟ proximal converted tubules. Excellent. Proximal مش لازم اقول لك امينو اسيدز، ما انا اجيب لك اسماء امينو اسيدز واقول لك دي بتحصل لها كومبليت ري ابزوربشن فين مثلا.
هنا ده سؤال بقى، ده دي بتيجي سؤال، كل واحد في دول له سؤال، الله اعلم ايه اللي هيجي لك، لكن في كل واحد من السندرومز دي سؤال. يعني فانكوني سندروم ده مشكله decrease in ATP content in proximal convoluted tubule. So the carrier system will be deficient. في مشكله في الكارير سيستم. في مشكله في الريابزوربشن اوف جلوكوز، ففي جلوكوزوريا، مشكله في الريابزوربشن defect or trouble in reabsorption of amino acids. امينو اسيدوريا defect للريابزوربشن بتاع البايكربونات. فبقى في اسيدوزس وهكذا. ليدل سندروم يبقى في هايبرتنشن، هايبرتنشن، هايبوكاليميا، الكالوز. هو ثلاثيه كده يا شباب ترياد، هايبرتنشن، هايبوكاليميا، الكالوز. ليدل سندروم ذا هايبر اكتيف صوديوم شانلز، في صوديوم ريابزوربشن از اوفر. Sodium reabsorption is increased. Hypertension, hypokalemia, alkalosis. Barter syndrome, ده مش بيجي، ده جه. جه وهيجي. Barter syndrome مهم جدا. Barter syndrome مشكلة في loop of Hennel. In second syndrome part of loop of Hennel. In the common carrier, sodium, potassium, chloride, 1, 1, 2. معاه ايه يا شباب؟ معاه زي اللي فات بالظبط. كما سبق as previous syndrome but without hypertension. يعني في hypokalemia alkalosis without hypertension، بدون الدخول في تفاصيل اللي بقول لك عليه وخلصت القصه. يعني ده defect in second ascending part of loop of hand. طب رقم اثنين، فين الكومن كارير اللي تعطل؟ 1 صوديوم 1 بوتاسيوم 2 كلورايد كو ترانسبورتر، هو ده اللي اصابه العطل. طب ايه المانيفستيشنز؟ hypokalemia alkalosis، hypokalemia alkalosis، hypokalemia alkalosis. حتى تلاحظ ان في دي كي وده في كي، كاليميا، كالوزس، يلا عشان ما ننساش. But without hypertension. Hypertension كان مع الليدل اللي فيه increase sodium reabsorption. ونروح لمحاضرة أخرى. المحاضرة اللي بعدها يا شباب اللي هي رقم 7. Counter current mechanism أو أحد إعجاز الكيدني، the power of the kidney to concentrate or dilute urine according to different situations. اليورين concentration، عملية إن أنا أنزل يورين في الآخر concentrated urine، تخلص من concentrated urine، بتعتمد على normal level of antidiuretic hormone and hypertonic medullary interstitium. الهايبرتونيك ميدالري انترستيشيوم كرييتد باي كاونتر كارنت ميكانيزم ان يوريا سايكل. كاونتر كارنت مالتي بلاير، يلا نتكلم في اسئله بقى يا شباب، يلا كده اتفضل اسئله. كاونتر كارنت مالتي بلاير، هو ده سؤال اهو، سؤال كويستشن ام سي كيو. لوب اوف هانل اوف جاكستا ميدالري نيفرونز اكتس از اي كاونتر كارنت مالتي بلاير، ده كويستشن، ده سؤال. سؤال اخر، لما اقول يا شباب مثلا دلوقتي الميدالري انترستيشيوم becomes hypertonic، this hypertonicity of medullary interstitium is created، انا بستخدم الفعل ده، او is made by، يبقى الكاونتر كارنت مالتيبلاير السيك اسندنج بارت اوف لوب اوف هينل الاكتف ترانسبورت اوف صوديوم بوتاسيوم ان كلورايد. بصوا هنا يا شباب، الفلويد دخل ايزوتونيك، ايزوتونيك، خرج الفلويد هايبوتونيك، يبقى احنا هنا سيبنا املاح الى المدلة، يبقى هنا لوز سلوتس تو ذا ميدلا، ذا ميدلا، او نقدر نقول ان السلوتس ار تريبد ويزن ميدلري انترستيشيوم بيكمز هايبرتونيك. سبب صناعه هذه الهايبرتونيك ميدلري انترستيشيوم هو تو ريابزورب ووتر from collecting ducts before excretion. ده سؤال آخر، another question عن role of vasorecta. Vasorecta blood vessels accompanying the juxtamedullary nephrons loop of Hennel، ماشية مع loop of Hennel. ال vasorecta acts as a counter current exchanger.
What is the role of vasa recta? Maintenance أو keep. أنا بستخدم الفعلين دول يا شباب. Keeping or maintenance of hypertonic medullary interstitium by reabsorption of excess water and trapping solutes in medullary interstitium. ده سلايد مهمة جدا. ده محور أسئلة. هذه السلايد. This slide is very important. أما الميكانيزم لا مش يعنيني كتير يعني. بصوا هنا يا شباب الـ blood vessels. The هنا الـ blood flow هنا isotonic and also still nearly isotonic. So it maintains the hypertonicity of medullary interstitium. يوريا سايكل بتأتي في الامتحان أو بتأتي في الامتحان الرقم المفزع ده إنها بتضيف add 40% يعني حوالي 500 ملي أوزمول 500 ملي أوزمول addition to the hypertonicity of medullary interstitium تضيف قوة أسموزية رهيبة لود أوزموتيك لود عالي هي تساهم في صناعة هذا الـ high osmotic load in medullary interstitium it creates also high osmotic load in medullary interstitium. الأماكن البيرميبل the permeable parts of the of the اللي هو renal tubules to urea diffusion أي descending and ascending parts of lobe of Hennel and the medullary collecting ducts. دي الأماكن اللي اليوريا بتقدر تتحرك عن طريقها ويحصل لها diffusion من وإلى renal tubules. أخيرا يا شباب محاضرتنا النهاردة خفيفة سهلة وأسئلتها ميسرة وسهلة جدا الأسيد بيس بالانس إيه اللي يعنيني في الكلام الكتير أو دوت يا شباب بقى رينال هاندلنج أوف هيدروجين أيون أند بايكربونيت ذا نورمال ألكالي ريزيرف اللي هو البايكربونيت ليفل إن بلود اللي ما بين 22 ل 26 او ل 28 ملي ايكويفالنت بير لتر ده الميكانيزم اوف بايكربونيت ري ابزوربشن اهو فلترد بايكربونيت وازاي انه بيتحول ل CO2 وازاي CO2 ديفيوز انتو ذا تيوبولار سيلز وازاي الكربونيك اسيد از فورمد اند ذن تسييتد انتو بايكربونيت اند هيدروجين ايون البايكربونيت ري ابزوربد تو ريفورم اند ريتشارج ذا الكالي ريزيرف والهيدروجين ايون is secreted in exchange of sodium ion reabsorbed الهيدروجين ايون secreted will be buffered by the bicarbonate لعبة جميلة ولطيفة وهنا البيكربونيت يعمل اللي هو هنا filtered bicarbonate act as a buffer also to the secreted hydrogen ion in proximal convoluted tubule وادي برضو رسمة من اخراج العبد لله اتفضلي لازم نعرف الديتيلز في السلايد اللي قبل لا 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 تفاصيل انا يهمني النت ريزلت يعني ايه النت ريزلت بصي النت ريزلت اهي 1 فور ايتش 1 بايكربونيت ايون ويل بي ري ابزوربد تو ريتشارج اند ريفورم ذا الكالي ريزيرف ذير از اولسو 1 هيدروجين ايون ويل بي سيكريتد ذاتس بافرد باي ذا فلترد بايكربونيت وشكرا ابقى عارف بس الميكانيزم اوف بايكربونيت ري ابزوربشن لو البايكربونات كان بيسهل انها تعدي وتمر كانت الموضوع يبقى سهل لكن لازم تتحول ل CO2 وتحصل قصه كده المرسومه قدامكم بتفاصيلها تمام اوكي ادي الخلاصه يعني for each one hydrogen ion secreted one sodium and one bicarbonate will be reabsorbed ميكانيزم في غايه الاهميه والجمال ان احنا نزود البايكربونيتري ابزوربشن عشان نعمل ري ريتشارج ريفورم للالكالي ريزيرف تو نيترلايز اني اسيديك ميتابولايتس انسايد ذا بلانت ده سؤال ام سي كيو والله سؤال ده سؤال اخر ان في الديستال ليت ديستال كونفوليوتد تيوبول اند كولكتنج داكس ذا بافر از كولد فوسفيت بافر مش بايكربونيت فوسفيت بافر ما شكرا هو ده اللي مطلوب تعرف ان في فوسفيت بافر فوسفيت بافر بافرنج ذا سيكريتد هيدروجين ايون طب والسكريشن للهيدروجين ايون سكريشن يا شباب يعني نرميه في التيوبلر اليوم طب والسكريشن ده بيتم عن طريق ايه عن طريق اكتف بامب اسمها كده اي تي بي دريفن بامب او اكتف بروتون بامب مين اللي بيعمل بافر الفوسفيت بافر
وده سبب من اسباب الاسيديفيكيشن اوف يورين. يبقى لو جاء سؤال عن الاسيديفيكيشن اوف يورين، ده كويستشن acidification of urine and formation of acidic compounds بتدي لهذا اليورين الاسيديتي بتاعته، فعينينا والانظار سوف تتجه الى الفوسفيت. دور الفوسفيت، رول اوف فوسفيت از ا بافر ان ذا ديستال كونفوليوتد تيوبول اند كولكتنج داكتس. اخيرا الامونيا، والامونيا دي حاجه برضو من الحاجات من الروائع. Formation of ammonium salts in proximal convoluted tubules and whole tubules, whole parts of tubules. ادي الامينو اسيد الجميل اللي بنتكلم بقى بقصه تبدا من جلوتامين، وفي الاخر برضه ما فيش تفاصيل مش محاببها. في الاخر ان الجلوتامين بص يا شباب بيروح للجلوتاميك اسيد جلوتاميت then بايكربونيت. والله عداك العيب، الجلوتامين اداني بايكربونيت، نيو بايكربونيت از ري ابزوربد. ودي من عظمة الكدني انها بتكون بايكربونات، ده هي بتصنع بايكربونات اهو مش محتاجة اعمل له ري ابزوربشن، انا بصنعه من الجلوتامين. وبيخرج معايا امونيوم اللي بيتحول الى هيدروجين ايون اند امونيا. الامونيا بقى كان كروس كان ديفيوز ذا ليومينال بوردر وتروح الى التيوبولار ليوم. الامونيا هنا العبقريه عملت لنا ايه؟ عملت لنا بافرنج للهيدروجين ايون سيكريتد. اصل يا شباب لو انا ما عملتش البافر ده، if no buffering للهيدروجين سيكريتد هيدروجين ايون occurred, the hydrogen ion will be accumulated leading to stoppage of further secretion of hydrogen ion. فالامونيا رحمه من ربنا عز وجل، رحمه كبيره من ربنا. نفس الكلام بقى، مش عايز ادخل في تفاصيل، ما خلاص والله تفاصيل الاشياء لا تلزمني، ما خلاص ما انت فهمتها. ان الامونيا اهي بتعمل بافرنج للسكريتد هيدروجين ايون، بافرز سكريتد هيدروجين ايون بريفنتنج فيرزر، بريفنتنج از ستوبج اوف فيرزر سكريشن اوف، نمنع ان احنا يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا ما زال عمليه التخلص من الهيدروجين ايون قائمه. لو ما حصلش هذا البافرنج، if no buffering occurs no further secretion of hydrogen ion. فده life saving adaptation mechanism against acidity. الفاكتورز اللي بتزود الهيدروجين ايون، فاكتورز decreasing hydrogen ion مهمه، عناوين فقط. يبقى احنا بنلخص القصة يا شباب، ان في عندنا 3 types of buffers: chemical buffers in blood and body fluids, respiratory buffers and renal buffers. احنا طبعا مركزين على renal buffers. شكرا. ثم اخيرا دي هنا عندي اربع، في هنا there are four questions، الله اعلم ايه اللي ينزل منهم. سؤال عن respiratory acidosis. Respiratory acidosis cause and definition. Increase respiratory يبقى accumulation of CO2. Respiratory accumulation of CO2. CO2 retention due to hypoventilation. يبقى lung disease, chest disease, depression of respiratory center, chest wall disorders. خلاص مش قادر اخد نفسي، مخنوق. انا مخنوق. Suffocation, asphyxia, respiratory acidosis due to hypoventilation. طب العكس، hyperventilation, the excessive wash of CO2. Decrease in CO2. يبقى ال CO2 يقل وبالتالي يحصل respiratory alkalosis زي حالة fever, hysteria, anxiety and at high altitude. Metabolic acidosis، كلمة السر كلمة metabolic، كلمة السر هنا الكيورد بتاعتنا هي bicarbonate level. فmetabolic acidosis معناها consumption of bicarbonate، يعني decrease in bicarbonate. Due to severe diarrhea، ممكن يجي سؤال، uncontrolled diabetes mellitus، strenuous exercise، uremia. Uremia يعني ده الاسم القديم، the old previous name للrenal failure. زمان كنا بنسمي الrenal failure uremia. فتبقى معاه metabolic acidosis due to consumption of bicarbonate، loss of bicarbonate، decrease in reabsorption power of bicarbonate. البايكربونات مش عارف اعمل ريتشارج ريفورم، وبالتالي دخلنا في acidosis. ثم metabolic alkalosis، إما vomiting due to loss of HCl أو ingestion of alkaline drugs
أو alkaline fluids like Pepsi أو كوكاكولا، ده بتعمل metabolic alkalosis الإكسار منها. فده في سؤال، أنا بقول لكم مش في سؤال، أنا حاطط أكتر من سؤال، حاطط لكل disorder سؤال بيسأل عن cause أو definition، cause or definition. وبكده يا شباب بنبقى انهينا معاكم الثلاث محاضرات كمراجعة لأهم الأسئلة، the most important questions in the last three lectures. ويبقى الأمور إن شاء الله بسيطة جدا، والجزء الثاني من المحاضرات سهل وميسر، ونعمل لكم ريكوردنج نبعته لكم إن شاء الله على الموديل، وبالتوفيق بإذن الله. ربنا عز وجل يوفقكم، وإن شاء الله موفقين كلكم بإذن الله. الله يبارك لكم. سلام يا شباب، الله يخليكم. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. سلام يا شباب، سلام عليكم.